طيب عشان كمان نتكلم على مشوار الاهلي ومباراه بكره مع الانتاج الحربي، معانا على التليفون الكابتن رمضان السيد، طبعا من نجوم النادي الاهلي في العصر الجميل، واحد المدربين الجامدين قوي في الدوري. ما لهمش حظ لسه كمان. كابتن رمضان مساء الخير على حضرتك. تحياتي ليك يا كابتن هاني، وتحياتي ليك يا استاذ عصام، وكل سنه طيبين. كل سنه وانت طيب. ان شاء الله سنه سعيده عليك وعلى الاسره وعلى مصر كلها. كابتن رمضان اكيد متابع الدوري المصري بشكل كامل، وهاخد راي حضرتك في جزئين. الجزء الاولاني رؤيتك الفنيه للبدايه القويه لدوري المصري السنه دي، مع وجود فرق دعمت بشكل كبير وظهرت بشكل اكثر من رائع، بجانب طبعا مباراه النادي الاهلي بكره مع الانتاج الحربي. اعتقد الدوري الموسم دوت يا هاني هيعتبر، انا بعتبره من اقوى الحقيقه المواسم، تقدر تقول مثلا 10 مواسم الاخيره. يعني الموسم ده يمكن هتلاقي فرقتين فقط لا غير اللي ما دعموش، وبقيه الفرق كلها دعمت، ودعمت بشكل ايه، مش شكل يعني مثلا في 2 لعيبه 3 لعيبه، لا ده في كل الخطوط الحقيقه. ويمكن في فرق اثبتت وجودها بشكل كبير جدا، حتى من الصاعدين الحقيقه، كان سيراميكا او اذا كان الحقيقه البنك الاهلي، البنك الاهلي، لان برضك الصفقات بتاعتهم على مستوى عالي جدا جدا. اعتقد ان النادي الاهلي عامل بدايه قويه جدا. يمكن مباراه بكره، اولا انا بس عاوز اتكلم على النادي الاهلي في حاجه يعني الحقيقه. اتفضل يا كابتن. خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه، لو بنستثنى من المباراه اللي فاتت، مباراه الاتحاد السكندري والشوط الثاني الحقيقه في مباراه المباراه اللي فاتت الحقيقه، سيراميكا اعتقد ان الشوط الثاني التشكيله دي لازم مستر موسيماني الحقيقه يحتفظ بيها، ولان فيها كل حاجه، يعني فيها صناعه اللعب، وفيها الحقيقه قفشه عنصر، اقول لك حاجه، قفشه عنصر هيبقى عنصر اساسي في منتخب مصر على اي حد الحقيقه. صحيح. لان من اميز اللعيبه او من اميز صناع اللعب اللي موجودين حاليا في الدوري الحقيقه المصري الحقيقه كهربا، يعني الحقيقه برضك في نضوج كبير جدا جدا، ومش نضوج فني كمان، لا نضوج حتى في شخصيته كمان وفي تعاملاته خارج الملعب وداخل الملعب. اعتقد كهربا اضافه قويه جدا جدا. محمد شريف الحقيقه بواليا الحقيقه انا بعتبره رغم ان هو ما هدفش في المباراه اللي فاتت، لكن انا بعتبره ان هيكون من المهاجمين المؤثرين جدا جدا مع النادي الاهلي وفي الدوري المصري، لان عنده كل حاجه، عنده الحقيقه السرعه، وعنده قوه، وعنده التعامل مع الكرات العاليه بشكل قوي جدا جدا. اعتقد بس مجرد ان هو هيبقى في انسجام ما بينه وما بين وسط الملعب في النادي الاهلي، او هو حتى لو كان خد في خلال الشوط الثاني الحقيقه في مباراه سيراميكا، اعتقد ان هو شكله كان هيبقى مختلف عن الشوط الاولاني. يمكن في حته انا برضك بتكلم فيها فنيه، النادي الاهلي في خلال مباراه الاتحاد الاسكندري ومباراه الحقيقه سيراميكا كان بيضغط، ورجع تاني لاسلوب الضغط، لان المباريات اللي فاتت كلها الحقيقه النادي الاهلي ما كانش بيضغط، وحتى يمكن حتى في المباراه حتى اللي احنا لعبناها في افريقيا الحقيقه رغم ضعف المنافس بشكل كبير جدا يعني الحقيقه، لكن ما كانش في ضغط، واللعيبه كان بيستنوا لغايه ما يحصل ميس باص من الفريق المنافس او ان حد يسدد او لا. مباراه الاتحاد ومباراه الحقيقه سيراميكا في ضغط قوي جدا جدا، بيفكرنا بقى بالمستوى الدفاعي القوي جدا كجماعه الحقيقه في الفترات اللي النادي الاهلي كان بيعمل فيها تفوق كبير جدا. مباراه الانتاج الحربي الحقيقه هم الانتاج الحربي انا بعتبر لعب افضل مباراه ليه امام الحقيقه بيرمس، وعمل مباراه كبيره جدا، وكان قريب جدا ان هو يكسب، وكان فيه عنده انتشار وعنده الكره الحقيقه بتاعت مختار الحقيقه، الكره اللي فيها الجماعيه والكره السهله جدا وبالاختراقات، واعتقد كان عامل جيم كبير جدا. فبرضه لازم نعمل حساب الانتاج الحربي تيم قوي مش تيم سهل، لازم نتعامل معاه بشكل الحقيقه قوي زي ما تعاملنا مع سيراميكا الحقيقه، وعملنا حساب سيراميكا، يعني احنا قبل ما نلعب سيراميكا احنا كنا عاملين حساباتهم الفنيه الحقيقه بالتيم، تيم الانتاج الحربي لا يقل الحقيقه في المستوى عن تيم سيراميكا، بل بالعكس كمان نحط كمان خبرات مختار طبعا في المباراه. اكيد اكيد يا كابتن. واضيف على حضرتك لو سمحت لي كمان، خلال لقاء سيراميكا اللي غير الشكل زي ما حضرتك قلت، يمكن قفشه، وجود كهربا بشكل مميز جدا،
وطموحه للتهديف واصبح هداف الدوري باربع اهداف. كمان وليد سليمان، وجود وليد سليمان كمان كان ليه اثر كبير جدا من النواحي مش هقول النفسيه لكن النواحي كمان الفنيه، وقدر يحرز هدف رغم يمكن لعب اخر ربع ساعه. فاعتقد موسيماني دلوقتي عنده زي ما حضرتك قلت عنده التوليفه وعنده اللعيبه، برجوع علي معلول من اصابه خفيفه، برجوع محمد هاني من فيروس كورونا، رجوع مروان محسن، يعني الامور كلها ان شاء الله. يعني موسيماني عنده الحلول. اتفضل يا كابتن. اتفضل. عاوز اتكلم على بدر بانون الحقيقه. طبعا بقول لك انا بتفرج على بيكن باور واحنا بنتفرج عليه في يعني كان لعبت مباراه مع بيكن باور، مباراه وديه في استاد القاهره. بيكن باور بقى بعظمته والحقيقه يعني يمكن الجول الثاني هاني اللي في سيراميكا هو في كوره عاليه قطع بباصه صحيح. برافو عليك برافو يعني عليك صح، بيقطع في كوره عاليه ان هو بيحطها لالي ودانك عشان يروح يعمل استرول علي معلول. قال بدر بانون الحقيقه اضافه قويه جدا جدا للنادي الاهلي وللدوري المصري الحقيقه، لعيب مميز جدا. طبعا وليد انا بتفق معاك يا هاني الحقيقه في وليد سليمان، ده نجم النجوم يعني نجم سوبر الحقيقه في كل حاجه بقى، بتتكلم في اخلاقيات، بتتكلم في التزام، بتتكلم في انتظام، بتتكلم في شخصيه، يعني لا نجم النادي الاهلي الفترات المواسم الاخيره دي كلها وليد سليمان الحقيقه، ولازم اشاده كبيره جدا بيه الحقيقه. على معلول انا بعتبره من افضل صناع اللعب اللي موجودين في الدوري المصري، يعني باك ليفت بيعتبر افضل صانع لعب في الدوري المصري. برضك النادي الاهلي الحقيقه بيمتلك تيم يعني تيم قوي جدا جدا ويقدر يعمل فيه نتائج قويه جدا. اتفضل. خلي بالك كابتن رمضان بقى بيكن باور الراجل كرول اللي كان قده 10 مرات معلش كرول كان عنده حته القوه ايوه بالظبط سر وشويت وبالظبط كان عقليه طبعا طبعا كابتن رمضان بيتكلم كمان على عمليه الهدوء، عمليه ان هو الهدوء طبعا بطريقه مفيش اي مواقف واحد واحد داخل ال 18 مفيش طربعه ومفيش توتر طبعا بالظبط بتعامل بمنتهى الهدوء ومنتهى الثقه. فأنا بتفق معاك كابتن، مكسب كبير جدا بدر بانون، وكل يوم يمكن في فترات كل مباراة عن التانية بيثبت انه لعيب كبير عنده خبرات، بيطلع بالكرة كويس، بيقطع بشكل أكتر من رائع، الكرات العالية مميز فيها، ما عندوش ميس باس كتير وده مهم جدا، وكمان عنده عنصر مطمئن لفريقه كابتن. أيوة برافو عليك يا أستاذ عصام. كابتن النادي الأهلي من 10 سنين ده حقيقي، غير انه مدافع رائع طبعا بوصف كابتن رمضان وحضرتك، لكن تشعر انه كابتن النادي ومن بدري يعني مش أول موسم بالظبط يا أستاذ عصام. أنا بتفق معاك وتحس ان هو موجود في النادي الاهلي من 10 سنين صح كده؟ صحيح صحيح صح. فكابتن رمضان كمان كنا بنتكلم مع الاستاذ عصام عن رؤيته في البطوله الافريقيه ومشوارنا الافريقي من خلال دور المجموعات، وانا مع المريخ وبنتكلم على فيدا كلاب وعلى انيمبا، فانت شايف حضرتك سيمبا بنتكلم على فرق تقيله، بعض الناس بتقول انها لا الاهلي قادر ومجموعه سهله، رؤيتك الفنيه يا كابتن رمضان؟ رؤيتي الفنيه انا يعني يمكن بقيم ايه؟ بقيم المجموعه على مستوى النادي الاهلي، اعتقد النادي الاهلي في الوقت اللي احنا فيه ده في فورمه، يعني لو جبنا افضل اربع فرق في افريقيا لا النادي الاهلي هيعمل تفوق على اي حد الحقيقه بالحاله اللي هو فيها، وزي ما قلت لك بالحقيقه التيم بقى مكتمل، يعني يمكن احنا جالنا فترات يا هاني الحقيقه كنا في قلق شويه بالزبط. في النواحي الدفاعيه مزبوط. كنا في قلق شويه في السردباكين مش قلق يعني اللي هو بس لا يعني بدر اصابات كتيره يا كابتن واصابات كتيره طبعا يعني طبعا في ايمن اشرف عامل الفتره الاخيره دي يعني انا بعتبره نجم من النجوم الكبار جدا جوه الفرقه ايمن اشرف في الحقيقه عامل مستوى ثابت وبيقدم الحقيقه مستوى الحقيقه على مستوى عالي جدا، فانا عشان كده انا بقول لك الحقيقه بامتلاكك التيم ده لا انت ما تفكرش في اي فرقه الحقيقه في مجموعه او ده لا التيم الكبير والتيم القوي والتيم اللي هو بيلعب على البطوله ما بيهموش ان هو بيلعب بقى فيتا كلوب بيلعب المريخ بيلعب مش عارف ايه، لا ان شاء الله باذن الله بالمستوى اللي احنا شايفينه في الفتره دي ولسه كمان هبقى في تطور اكتر الحقيقه مع موسيماني الحقيقه، انا اعتقد النادي الاهلي هياخد المركز الاول في المجموعه دي ان شاء الله باذن الله بادائه وبقوه كمان بقوه كبيره جدا ان شاء الله. احترامنا طبعا للمنافس وامكانيات النادي الاهلي، امكانيات النادي الاهلي تسمح له زي ما حضرتك قلت امكانيات فنيه
امكانيات بدنيه وعلى مستوى اللاعبين ان شاء الله قادرين ان احنا نكون اول المجموعه. كابتن رمضان بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني مستنينك هنا في البيت الكبير تنورنا يعني. ان شاء الله يا هاني، وتحياتي للاستاذ عصام. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ عصام. شكرا جزيلا.